في الليدل هذا الأسبوع منتجات تركية بكافة أنواعها، نوعية جيدة جدا وأسعار رخيصة. كافة أنواع المنتجات التركية والمنتجات اليونانية، زيت الزيتون اليوناني، أبوة حجم كبير 19 يورو، منتجات يونانية ومنتجات تركية بكافة الأنواع. عسل، عسل يوناني، العرض موجود هذا الأسبوع. لاحظوا أعزائي، زيتون تركي، أشياء كثيرة ومتنوعة. يوجد كذلك البيتزا اليونانية، كافة أنواع المعجنات، كل هذا تجدونه في خانة الأشياء المجمدة. هنا مجمدات الليدل، لاحظوا الأسعار، وفي نفس الوقت منتجات تركية كما تشاهدون. حتى لا يقول لي أحد إن هذا يوناني، تركي شآت. الأجبان بمختلف أنواعها، للمزيد من كل ما هو ممتع ومفيد تابعونا على التيك توك واليوتيوب، الحياة مختلف محورها مع بشار. أراكم في فيديو قادم، تحياتي.